ثلاثة مطالب واضحة محددة بينة: إسقاط الجرعة، إسقاط الحكومة الفاشلة. ثلاث سنوات منذ أعلن زعيم الحوثيين مبادئ ثورته الثلاثة: إسقاط الجرعة وإنهاء الفساد وتطبيق مخرجات الحوار. هل صدق الناس حينها أن الحوثي سينقذ البلد مما تعانيه بحسب خطاباته وشعاراته التي رفعها آنذاك؟ وهل كان صادقاً؟ ثلاث سنوات حملت الإجابة عن هذه الأسئلة، وعرف اليمنيون ما طوته ثورة الحوثي، وكان ثمن المعرفة فادحاً. ما أشبعت شبي يسحق الدنيا كل نزل أقل على اليمن على واحد واحد نسوة ورجال وأطفال وغيره. ثلاث سنوات خلفت أكثر من 10,000 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، وأكثر من 3 ملايين نازح، وعشرين مليون جائع، وبلداً مدمر. الله أكبر. ثلاث سنوات منذ ثورة الحوثيين نهبوا خلالها الموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي المقدر بأكثر من 6 مليارات دولار، وقاموا بتجريف مؤسسات الدولة وشغلوا كافة مناصب الدولة بتعيينات سلالية. أصبحت السلالة بديلاً للشعب والجماعة بديلاً للدولة، وغابت ملامح الحلم عن اليمنيين. رفع ضريبة المبيعات على خدمات الهاتف السيار والدولي إلى 22% بدلاً من 10%، وخدمات الهاتف المحلي وخدمات الانترنت. فرض الحوثيون إتاوات على التجار والفلاحين والمزارعين، وفرضوا جرعات جديدة، ناهيك عن تعويم المشتقات النفطية ورفع أسعار الغاز المنزلي 3 أضعاف قيمته. الغاز المنزلي من السوق ب1500 ريال، أو في بعض المناطق بأكثر من 2000 ريال. ثلاث سنوات تبدو جردة حساب لمنظومة جرائم الميليشيا ظالمة وقاسية بحق اليمنيين، وهم يرون بلدهم يشهد انهيارا كليا للخدمات، وتتسع فيه رقعة الفقر والبطالة، وتنهش الأمراض والأوبئة، فيما الميليشيا تستحضر شعار الولاية لتكرس طغيانها هذه المرة بأحقاد الماضي وثوب الدين ومعاناة الملايين من اليمنيين.